السلام عليكم، راح نشرح إن شاء الله في هذا الفيديو التجربة الخامسة بعنوان Two Motor Direction Controls لمختبر PLC المرحلة الرابعة للجامعة التكنولوجية قسم هندسة الحاسوب. اسم التجربة بعنوان Two Direction Motor Controls. الأوبجكتيف To make the motor rotate in two directions forward and reverse، بمعنى أنه إحنا حنصمم برنامج لتمكين موتور للدوران باتجاهين الفورورد والريفرس، باتجاه الأمامي والعكسي. ثيوري، هنا في هذا الثيوري راح يشرح لنا سيناريو معين حتى نصمم هذا الموتور، واللي هو يقول design a motor controller that has a forward and reverse button switches، بمعنى إحنا حنصمم هذا الموتور للسيطرة عليه للدوران باتجاهين الأمامي والعكسي باستخدام سويتشين منفصلة. In the case we want to control motor to be rotated either in forward or in reverse through two push button switches, forward and reverse switch. فيقول هنا هناك سويتشين منفصلة، واحد سويتش حنصممه حتى عند الضغط عليه سوف يتحرك الموتور ويدور باتجاه الأمامي، وسويتش آخر منفصل حتى ينطينا إعاز للموتور للحركة باتجاه العكسي. The motor forward and reverse output will only be on when one of the buttons is pushed، بمعنى أنه أني لما أضغط على البوش بوتونز واضغط عليه للفورورد سوف يتحرك باتجاه الأمامي، أيذر يا أما أضغط على العكسي فيعطيني إعاز للدوران باتجاه العكسي. بس هنا في حالة أخرى لما يقول when both buttons are pushed، لما أضغط اثنيناتهم مضغوطين سوا، بهالحالة the motor state will not change. هنا يفرض لي فرضية يقول لما أنا عندي الـ two push buttons أنا ضغطتهم معا، بهالحالة هيكون الحالة الجديدة للموتور not change، بمعنى تعتمد على الحالة السابقة وحتكون not change. Also the motor is controlled under on off switch and the motor not operate at any direction until on off switch set on، بمعنى انه هناك سويتش رئيسي حيكون هو يعمل نفس الوقت on off، بمعنى لما يكون هذا السويتش الرئيسي on وشغال وclosed حيعبر power، فحتكون دائرة الموتور سوف تعمل سواء كانت forward or reverse. أما إذا كان هذا السويتش الرئيسي off بمعنى أنه ما حيعبر تيار وأيضا ما حيشتغل الموتور بصورة صحيحة. إذن هو هذا السويتش الرئيسي هو اللي حيتحكم لنا ويعطينا power حتى يشتغل الموتور سواء كان أمامي أو عكسي. على هذه المعطيات سوف نصمم عندنا التروث تيبل. التروث تيبل مالتنا عبارة عن حيكون نصممه على أساس السويتش للفورورد، سويتش للريفرس، وحالة الموتور السابقة الفورورد وحالة الموتور السابقة بالنسبة للريفرس. بالنسبة للأوتبوت حيكون حالة الموتور الفورورد الجديدة وحالة الموتور الريفرس الجديدة البلس. هنا نشوف حيكون عندنا 4 أنبوتس، لذلك حيكون عندنا هاي 16 حالة. أول ببداية أول حالة اللي هي حالة الفورورد لما هو صفر والريفرس هنا من هو صفر، فبهذه الحالة تمثلنا هذه الأربع حالات. هنا لما هو طافي فاحنا حنقول بما انه احنا ما ضاغطين اي واحد لا الفورورد ولا الريفرس، حنفرض هنا بهذه الفرضية على اساس انه احنا ما ضاغطين اي سويتش، بهالحالة حيكون الحالة الجديدة للموتور ايضا هو اوف وغير شغال. لكن هنا فقط في هذه الحالة يقول لما اثنيناتهم شغالين وهي حالة غير موجودة ان الموتور يفتر باتجاهين معا، حنكون الاوتبوت عندنا don't care. الحالة الاخرى لما الفورورد سويتش الفورورد طافي off والريفرس هنا on، هنا حنعطي اعاز للموتور انه للدوران باتجاه الريفرس، فاذا كان طافي حيكون يشتغل الريفرس، هنا اذا كان الريفرس فيبقى يشتغل في حالة الريفرس، اما اذا كان يشتغل في حالة الفورورد
فهنا نقول له افتر باتجاه الريفرس. أما إذا كان يشتغلون باتجاهين معا هاي حالة غير موجودة فنعطيها don't care. هنا في حالة الفورورد يكون هو الاون والريفرس هو الاوف. بهالحالة إذا كان المطار طافي فنشغله باتجاه الفورورد، أما إذا كان يشتغل باتجاه الريفرس فهيفتر باتجاه الفورورد، أما إذا كان فورورد فيبقى يشتغل فورورد. أما هنا حالة لما يكونوا اثنيناتهم شغالين بالاتجاهين هاي حالة غير موجودة فنرمز لها don't care. هنا لما الفورورد كله هنا الفورورد والريفرس اثنيناتهم on، وهي الحالة الموجودة بالسيناريو اللي يقول نفرضها not change، فإذا كان طافي فيبقى off، وهنا إذا كان reverse فيبقى يشتغل بالreverse، أما إذا كان يشتغل بالforward فنبقي يشتغل باتجاه الforward، أما إذا كان يشتغل باتجاهين معا وهي حالة أيضا غير موجودة فنرمز لها don't care. فهنا طلاب على أساس هذا السيناريو هيكون عندك two outputs، الحالة الموتور forward وحالة الموتور reverse، فالحالة حيكون عندك two coils. فتصمم عندك المعادلات وترسم الكارنوف ماب وتصمم المعادلة، وعلى أساسها حيكون عندك حركة الموتور forward والreverse. ولا تنسى هناك سويتش رئيسي موجود أيضا في الثيوري اللي هو يتحكم لنا بالدائرة كلها، على أساسها راح يشتغل الموتور. لهنا انتهت التجربة، أرجو أن تكون واضحة ومفهومة وشكراً.